راسلنا من بغداد إبراهيم نهاد، مرحبا بك معنا. انقل لنا صورة ما يحدث من حيث أنت تتواجد إبراهيم. اهلا بك رانيا، تحيه لك ولجميع مشاهدي قناه دجله الفضائيه. بالتالي نتواجد الان بالقرب من جامع ابو حنيفه النعمان، خلفي كما يظهر جسر الائمه. نتواجد في هذه المنطقه على اعتبار ان هناك بعض الطرق المغلقه التي اعلنت عنها قياده عمليات بغداد، بالتالي هناك توافد للملايين او ملايين الزائرين صوب مدينه الكاظميه المقدسه، الاعداد كبيره جدا الى غايه هذه اللحظه، قد تصل ذروه هذه الاعداد خلال الساعات القليله المقبله، ومن ممكن من ليلة اليوم قد تصل إلى أكثر من 5 ملايين زائر يتوجهون صوب مدينة الكاظمية المقدسة بحسب بعض الإحصائيات. إذا ما تحدثنا بطبيعة الخطة الأمنية، وضعت هذه الخطة على أن تكون هي مختلفة عن الخطط التي كانت بالسنوات الماضية وخلال الأعوام الماضية، باعتبار أن هذه الخطة هي كان بها بعض التحديثات على مستوى القطوعات الأمنية، تحقيق الانسيابية على مستوى حركة سير المرور وأيضا حركة الزائرين من مداخل العاصمة العراقية بغداد وصولا إلى مدينة الكاظمية المقدسة. هناك خطة وضعت من 3 محاور بحسب بعض التصريحات والمؤتمر الصحفي الذي حضرنا به نحن كقناة دجلة الفضائية في وزارة الداخلية. يعني أيضا كانت هناك 3 خطط أو 3 محاور تبدأ من يعني التفتيش يبدأ من مداخل العاصمة العراقية بغداد وصولا إلى المناطق القريبة من مدينة الكاظمية وأيضا وصولا إلى مدينة الكاظمية المقدسة. كما تلاحظين من خلفي هناك أعداد كبيرة جدا للزائرين، هم في طريق العودة إلى مناطق سكنهم، سواء كانت هذه المناطق هي بضمن مناطق العاصمة العراقية بغداد أو حتى على مستوى المحافظات. لاحظنا أيضا من خلال استطلاعاتنا المستمرة لآراء الزائرين، هناك حتى بعض الزائرين هم قد يكونون جاءوا من من خارج البلاد، من دول مجاورة، كأن تكون على مستوى إيران، على مستوى الكويت، على مستوى السعودية، سوريا وأيضا لبنان. هناك حتى على مستوى الدول الإقليمية هناك وفود جاءت إلى مدينة الكاظمية المقدسة من أجل أحياء هذه الشعائر، شعائر الزيارة يعني الرجبية. إبراهيم، في كل زيارة نشهد زحامات في بغداد نتيجة توافد يعني زوار من داخل بغداد وأيضا المحافظات. يعني أنت ذكرت هناك انسيابية في الطرق، عدم وجود زحامات. لماذا في هذه الزيارة بالتحديد عدم وجود زحامات في بغداد؟ وأسألك حول أعداد الزائرين، هل لديك إحصائية؟ رانيا، بالفعل يعني قد تعود هذه عدم وجود اختناقات مرورية وأيضا تحقيق انسيابية على مستوى حركة السير أو حركة المرور وحتى على مستوى حركة الزائرين يعود إلى استحداث الخطط الأمنية. هذه الخطة كما أسلفت لك قبل قليل بحسب بيانات حكومية هي مختلفة جذريا عن الخطط السابقة، لا توجد بها الكثير من القطوعات للشوارع الرئيسة والفرعية، فقط 11 طريقا فقط هي من قطعت، من طريق عقبة بن نافع أو من شركة الزيوت النباتية في معسكر الرشيد وصولا إلى يعني شارع السعدون وصولا إلى منطقة الوزيرية، من جامع النداء وصولا إلى منطقة الأعظمية وإلى ساحة عنتر وإلى غيرها من المناطق الأخرى التي قد تكون هي الطريق السالك والرئيس لحركة سير الزائرين. بالتالي إذا ما تحدثنا بطبيعة الإحصاءات أو الإحصائيات بما يخص الزائرين، هناك الملايين، وأؤكد لك بأن الأعداد كبيرة جدا. إذا ما كنا نقف بمناطق مثل السعدون والباب الشرقي نلاحظ أن هناك الآلاف وقد تصل إلى الملايين منذ يومين، وحتى هذه اللحظة هم يسيرون صوب مدينة الكاظمية المقدسة وأيضا من مناطق أخرى شرق العاصمة العراقية بغداد وحتى على مستوى مدينة الصدر وأيضا مناطق مثل الشعب وغيرها من المناطق الأخرى. رانيا، لو تسمحين لي بأن ينضم إلينا أحد الزائرين للحديث أيضا عن الخطة الأمنية وكيف كانت هناك انسيابية بحركة سير الزائرين ووصولهم إلى منطقة الكاظمية. مرحبا بك، يعني لو تضعنا كيف رأيتم الخطة الأمنية، التسهيلات الخدمية وأيضا الكوادر الصحية، تواجد كل هذه الفرق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية والشعب العراقي بمناسبة استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام المسموم. أما بالنسبة في سؤالك،
حول الوضع الأمني. الوضع الأمني جيد جدا، وخدمات بصورة عامة يعني جيدة، من مأكل ومشرب وصحية، يعني متواجدين على طول الشارع. من أي منطقة جيت؟ من منطقة النهروان. هناك انسيابية في الحركة؟ انسيابية وحركة وزيارة منظمة وعلى حسب الوصول. توفير وسائل نقل أيضا؟ توفير وسائل نقل وخير ونعمة يعني. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. يعني حتى على مستوى المواطنين، شكرا لك، شكرا جزيلا. حتى على مستوى المواطنين أو الزائرين هم يؤكدون بأن هناك انسيابية على مستوى حركة السير، هم البعض منهم قادم من مناطق مثل منطقة النهروان أو جسر ديالى والزعفرانية وغيرها من المناطق الأخرى، جاءوا إلى منطقة الكاظمية ومدينة الكاظمية المقدسة من أجل إحياء هذه الزيارة الرجبية. بالتالي على ما يبدو ومن خلال تجوالنا ورصدنا للحركة مستمرة وأيضا لحركة الزائرين، نلاحظ بأن هناك انسيابية على مستوى حركة النقل، الحركة المرورية، حركة الزائرين، لا توجد هناك أي ثغرات ولم تحصل أيضا أي مشاكل على مستوى إكمال هذه الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة الرجبية. انضم معنا مراسلنا من بغداد إبراهيم نهاد، نقل لنا صورة من أجواء الزيارة. شكرا لك على هذه المعلومات.